مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات دوز بنزين. حلقه النهارده فيها سواقه قويه جدا وفيها سباق اتعودتوا ان انتم بتشوفوه على مدار 7 سنين. سباق حصري موجود معانا هو ريد بول كار بارك دريفت. خلال الحلقات اللي فاتت شفنا الجولات التاهيليه واكثر من 47 سواق كانوا بيتاهلوا. اتاهل منهم 16 سواق. اعذرونا بس نظرا ان احنا بنتابع الاحداث اللي بتكون موجوده ففي بعض الاحداث ما ينفعش ان احنا ما نتكلمش عليها، مرينا بيها خلال الاسابيع اللي فاتت فاضطرينا ان احنا نرحل بعض الحلقات لحد ما وصلنا ان احنا الحلقه النهارده اللي فيها 16 سواق موجودين معانا. فاسفين جدا ان احنا رحلنا الترحيله دي، لكن بلدنا اهم شيء واهم شيء نتابع الاحداث اللي موجوده ونشوف الحلول اللي احنا ندور عليها عشان نشوف بلدنا احسن بلد في الدنيا ان شاء الله. حلقه النهارده 16 سواق بيتنافسوا وبيحلموا خلال الجوله الاولى اللي هيتنافسوا فيها عشان يطلع منهم 8 سواقين فقط يشاركوا في الجوله الثانيه. حلقه النهارده 16 سواق هنتفرج على تركاتهم كامله. يمكن حراره الشمس كانت عاليه جدا في اليوم ده وحراره السباق كانت عاليه والحماس اللي كان موجود بين السواقين كان قوي جدا، خصوصا اول ما بدا الجمهور يوصل ارض التراك. مش عايز اتكلم كتير، النهارده هنتفرج على سواقه 16 سواق واحسن 16 سواق قدروا يتاهلوا من ال 47 في اليوم الاولاني، اليوم اللي قدروا يتاهل فيه عدد كبير جدا كان بيشارك، لكن اللي اتاهل فقط هم 16 في ريد بول كار بارك دريفت 2017. تعالوا نطلع نشوف الجوله الاولى وارجع لحضراتكم تاني. النهارده موجودين وتم تاهيل احمد دسوقي وماجد ابو سليم اصحاب اللقب. قولي النهارده محضر زي امبارح، شفنا في الجوله التاهيليه او التاهيلات امبارح حسيت ان انت لسه ما طلعتش الباور بتاعك. زي كل سنه تامر، اول يوم بنبقى سايقين سيف اللي هو مش محتاجين ان احنا نطلع كل اللي عندنا في اول يوم، لانك لو تاهلت من 1 ل 16 هي بتبدا اليوم الجديد ب 0 بوينتس. ضغط السنه دي علينا اكتر بكتير من 2016 و2015 محافظين على اللقب. بالظبط، فالسنه دي الموضوع اصعب بكتير بمراحل من منافسه، من ان احنا نازلين سباق واحنا اللي شايلين اللقب سنتين ورا بعض، فعندنا اصرار اكتر ان احنا يبقى السنه الثالثه ان شاء الله تندويه برضو، نبقى انا يتسوق ان شاء الله اول مش تاني او تالت اول. فالموضوع ده يعني هو اللي ممس علينا ضغط. بالنسبه للعربيات الحمد لله كله تمام. ايه ده كده؟ كله تمام، مفيش حاجه جديده، نفس السيت اب السنه اللي فاتت بس غيرنا الديزاين والحاجات اللي بره. اعتقد المنافسه النهارده هتبقى اصعب من السنين اللي فاتت كلها علينا، يعني عليا انا وتسوق يعني بالذات عشان احنا اللي شايلين اللقب. هتعمل ايه اول تراك؟ هو اول تراك برضو زي ما عملنا امبارح، هنسوق في السيف سايد شويه، موضوع مختلف بالنسبه لي. لو سيف ممكن، بس ممكن يخرجك. لا ما هو يعني هتطلع كل حاجه، بس يعني اللي هو ما تبقاش عامل لود على العربيه، يعني ما تحاولش تجازف ان انت تخسر حاجه جزء في العربيه عشان برضو يعني تكمل معاك الثلاث هيتات. فان شاء الله يعني نقدم اللي عندنا كله، اللي في العربيه كله نطلعه. ماجد هتلجأ الى الهدوء العصبي اللي قدر يكسبك السنه اللي فاتت؟ هو ده اللي انا بشتغل عليه من الاسبوع اللي فات، ان هو بشويش بالراحه. لو كنت انت نفس استراتيجيه السنه اللي فاتت بالظبط، اول تراك يعني هنريسك واحده واحده، اول سباق هنعمل حاجه، اول تراك هنعمل حاجه، ان شاء الله تاهلنا لتاني تراك هنعمل حاجه كمان، تالت تراك خلاص مفيش حاجه، بتبوش لحد الاخر وبنسيب الباقي على ربنا بقى.
توفيق تاندا من الفرق المحترمة اللي أنا ببقى سعيد وفخور لما بنقول عندنا فريق مصري بالروح دي بالتعاون ده، مش عايزين نحسدهم ما شاء الله، ربنا يكمل لهم السباقات كلها على خير. والنهاردة ماجد أبو سليم، أحمد دسوقي، افتكروهم أصحاب اللقب خلال السنتين اللي فاتت، يا ترى السنة دي هتكون إيه؟ إن شاء الله بالتوفيق وجود لك تاندا، جود لك دسوقي، جود لك ماجد، إن شاء الله جود لك تاني. رامي سري النهاردة موجود وعودة قوية جدا على الرغم تكسير المحرك قبل السباق بأسبوع. عمال انت بتدوس بالمطور وعمال تعمل حاجات كتير وحاجات كتير بتحصل، لكن خليني اقول الاول غير المطور، انا عارف ان انت عيان النهاردة، فان شاء الله تكون بقيت احسن دلوقتي وطمني الاول عليك الاول، سيب المطور دلوقتي. الحمد لله النهارده نزلت الحراره نزلت 39.5، دلوقتي بقيت 37 وشويه، فالحمد لله بقيت احسن. الموتور بقى هو ده اللي مجننا من امبارح، العربيه مش بتفورم خالص، فالموتور اضعف من اللي قبليه، بس طلع عندنا كام مشكله كده بنحاول نحلها، فبتتحل دلوقتي، وهنطلع نجرب بعد البريفنج وان شاء الله تكون هتبرفورم كويس ان شاء الله. هتفكر في اول راوند؟ اول راوند يعني هنجيب الثالث، يعني ملاش حل. باور كامل من اول راوند؟ باور كامل من اول راوند عشان المنافسه قريبه جدا من بعضها، فانت عايز تعرف برضو اخر عربيتك ايه واخرك ايه، فتبقى عارف اخر عربيه ايه من الاول خالص. جود لك يا رامي، ان شاء الله نتفرج على تراك سريع باذن الله. تسلم لي يا تامر، شكرا. في لسه موجودين في التراك، ووصل وحش التراك ملك الدريفت دادو اللي كل سنه بيفاجئنا بمفاجاه جديده على مدار 7 سنين ريد بول كار بارك دريفت، كل سنه في مفاجاه. السنه دي مش عارف هتعمل ايه. اولا الحمد لله على السلامه ونورت مصر حبيبي. الله يسلمك، ومثل ما بتعرف دايما بكون فرحان انا لاجي على مصر، لانه عن جد ان كان الدريفترز او الناس او المنظمين كلهم أولهم أنت، يعني نحن أخوة، كلنا أصحاب، عندنا نفس الباشن أهم شيء، وبنجي حتى نعمل أحسن شيء ممكن دايما. خليني أقول إن ريد بول كار بارك دريفت يا جماعة خلال السبع سنين، غير جوه التراك الصحاب والروح اللي بقت موجودة حوالين الدول العربية، بقى عندنا أصحاب في كل مكان وبقينا تيم واحد 100%. نحن هذا اللي بنعمله دايما، إنه نحن عيلة واحدة بالنهاية، كلنا بنحب هالرياضة هيدي كلها. أوقات بصير في خلافات صغيرة مثل كل شيء بالحياة موجود يعني، بس كله بيتوضح بالأخير، وكل إنسان بيتعلم، إن كان منظم، إن كان درفتر، إن كان حكم، شو ما كان يكون، الكل بيتحسن، وهذا أهم شيء بالحياة، الإنسان ضل يتحسن. النهاردة في مفاجأة جوه التراك، أنا عايز أروح جنب المفاجأة دي شوي. إيه بقى اللي أنت عملته ده؟ يعني شايف التراك هذا استعملناه نحن السنة اللي فاتت بالنهائي ريد بول كار بارك دريفت اللي صار بسلطنة عمان، وطبعا ايفنت مثل ايفنت مصر مع هالحجم الكبير ان كان للتراك او لعدد الجمهور، يعني احنا بعد ما بلش الايفنت بعتقد صار في عنا فول هاوس، كله فل، يعني الناس عم تحكي اوريدي عن ريد بول كار بارك دريفت من فتره طويله. اكيد حبينا انه نستعمل هال شايفينه هالتراك هذا اللي ورانا ويقطعوا من تحته السيارات. وبحب اقول شغله كثير مهمه، هيدي يمكن من المرات القليله او اذا مش اول مره بريد بول كار بارك دريفت كواليفاير منه فاينل بستعمل كل الأبسكلز اللي موجودين عندنا، يعني ما في شيء بعد انا ما استعملته، ان كان الجيتس اللي ادخلناهم جديد هلا هالسنه، التراك ورانا، الكليبينج بوينت، اليوترن، اس سبايرل، الفيجر اوف 8، ال11، كل شيء استعملنا. بعتقد لانه شفنا المستوى قد ايه عم يعلى بمصر، انا امبارح كثير فرحت صراحه بالبري كواليفاير اللي صار، انه مشاكل ميكانيكيه صارت قليله كثير اذا مش معدومه كمان. الحمد لله اخيرا، بس كلنا بنعرف انه بدنا نشتغل كلنا مع بعضنا، وهذا اللي صار. برافو عليهم، عم بحسن السيارات دائما، وبرافو انه قدروا وصلوا هالمستوى. في ناس ما توفقوا امبارح، في ناس توفقوا، وفي ناس يعني مثل عم تحكي دسوقي ورامي سر امبارح مركز 15 و16، نحن اخذنا 16 درفتر بس، يعني على نقطه او نقطتين كانوا طلعوا برا. هودي ابطال ربحانين ريد بول كار بارك دريفت قبل،
سو اكيد هن اندر ستريس عم يشتغلوا على السياره، بس منيح انه هلا الموجودين 16 كلهم ان شاء الله برجع بقول عن جديد، ما يكون عندنا عطل ميكانيكي، الكل بيعرف التراك صاروا مزبوط. امبارح التمرين اللي عملوه كان بياخذ العقل، ان شاء الله بنعمل احلى شو عملناه بتاريخ مصر باذن الله. جود لك يا دادو، ويلا نبدا السباق وان شاء الله لينا لقاء في اخر اليوم. دلوقتي الجولة الأولى اللي بيتأهل فيها 16 سواق من اليوم اللي قبله، ويبدأ نعرف مين هم اللي هيقدروا يجمعوا أعلى نقط ويكونوا من الثمانية في الجولة التانية. Yeah.
الشيبسي بيهيئلي ضمن جزء كبير من السكور بتاع الدخان، قدر يعمل سكور كبير بحاجة الشيبسي.
أمين عليوة عودة بقوة وعودة قوية، تحضر ازاي النهارده؟ والله بنحاول زي كل سنة نحضر بطريقة مختلفة. السواقين والعربيات ما شاء الله الموضوع اختلف تماما، انا بقالي فترة منقطع، الموضوع اختلف تماما، عربيات مرعبة زي ما انت سامع كده ما شاء الله، يعني موضوع اتطور جامد قوي قوي، يعني تعديلات وصلت عندنا، محركات قوية عندنا، السواقين كمان سكيلز بتاعتهم عليت قوي، فده خلينا نتفرج على سباقات مختلفة، واللي باين دلوقتي واللي هنشوفه كمان شوية كمان المنافسة والفروقات قريبة قوي، المنافسة قوية لكن الفروقات قريبة قوي بين السواقين. بص انا شايف ان الحكام في وضع لا يحسدوا عليه، لان الفروقات فعلا ضيقة جدا جدا عشان يقدر يحدد بوينت او تو بوينتس اللي هم فريق متسابق عن التاني، الموضوع صعب جدا، محتاج منهم تركيز ومجهود عالي قوي. مستويات السواقين كلها اختلفت فعلا تماما، ويعني متفائل خير لكل الناس ان شاء الله. ان شاء الله بريفنج محتاجينك، فيلا بينا نطلع على البريفنج، جود لك ان شاء الله في التراك الاولاني. اوكي شكرا تامر، شكرا. رجعنا حضراتكم من الفاصل ولسه موجودين جوه ارض التراك في الجوله الاولى من سباق ريد بول كار بارك دريفت اللي تعودتوا ان انتوا تشوفوه على شاشه المحور في دوز بنزين حصريا خلال السبع سنين اللي فاتت. المنافسه كانت قويه والفروقات والاعطال كانت حاجه غريبه، الفروقات قريبه جدا بين السواقين لكن الاعطال هو اللي كان السمه اللي موجوده جوه السباق ده، لكن البقاء للي هيقدر يحافظ على عربيته سليمه. تعالوا نكمل نشوف الجولة الأولى عاملة إيه عشان نعرف مين التمانية اللي هيتأهلوا من 16 سواق اللي بيسوقوا دلوقتي. تعالوا نكمل. مع السائق الخاطف معتز عاطف الخاطف، انت بتحب الخاطف؟ هم سموني الخاطف مش انا اللي تسميه، يعني انا اللي عايز كده، هم سموني كده. وخليني اقول بقى النهارده معتز عامل لنا مفاجاه، غير السواقه وغير ما شاء الله شكل عربيته وتعديلها والحاجات دي كلها، الديزاين بتاع عربيته بقى النهارده خطفنا. انت والله بص هي جت كده قدرا، يعني يعني ربنا وفقني المره دي، قبل كده ما جاتش، فالمره دي جت كويس فعجب الناس، فالناس مبسوطين. انت مسميني ايه؟ خلاص مش مهم دلوقتي. ماشي. فيعني الحمد لله الدنيا كويسه، امبارح كان التراك لطيف. السؤال الشهير بتاع كل سباق وانا عارف رده. لا توقعات. لا هتعمل ايه في التراك الاول؟ لا حاجه ومش عارف وهتسيبها. هي
وبخش اسوق زي ما بتيجي تيجي، كسبت خير ما كسبتش الحمد لله، لان في الاخر خالص مش تاخد حاجه غصبا عن عين حد، مش تاخد غير نصيبك، مش تاخد غير رزقك، فاللي هيحصل هيكون. انا ما اعرفش اي حاجه، ما اعرفش مين هيكسب، في مفاجآت كتير ممكن تحصل، اخطاء، مشاكل عربيات، ما حدش عارف اي حاجه. ففي الاخر خالص احنا لغايه اخر ثانيه مش عارفين مين الاول مين الثاني مين الثالث، مين هيتاهل للثمانيه ومين هيتاهل لدور الاربعه، ما حدش عارف، فاحنا سايبين على ربنا. جود لك يا معتز وبالتوفيق، وان شاء الله نتفرج على تراك قوي كمان شويه. رب دعواتك وربنا يا رب يكرم الجميع ان شاء الله. جود لك. والي او محمد والي من السائقين اللي اتأهلت امبارح في السباق على الرغم بيعافر، خليني اقول بصراحة، وسط تعديلات قوية وسط محركات كبيرة بتعديلات مش كتير قدرت انها تكون من اقوى 16 سواق موجودين النهاردة في ريد بول كار بارك دريفت. الحمد لله المنافسة كانت قوية جدا، الشباب زي ما انت شايف مجهزة كويس قوي، ظبطت شويه في العربيه وكانت يعني كانت نتيجه مرضيه ليا ان انا اخش السباق النهارده الحمد لله. تفكر فيها اول راوند؟ اول راوند هدوس على الاخر يعني ما عنديش حاجه ان هيبقى ناقصني شويه بوينتس من قبل ما ادخل، فهضطر ان ادوس على الاخر من اول راوند، فربنا يسهل. جود لك يا والي وتراك قوي ان شاء الله. يا رب. ميرسي يا دم حبيبي. شكرا. We'll be right back.
حسام سليمان وحمادة زلط المنافسين المشاكسين اللي عاملين فريق بينهم وبين بعض كده في الحاجات كتير، سباقات سرعة في الدريفت. امبارح كانت مفاجأة بصراحة. خليني بس اقول في البداية في مجهود كبير بيحصل عشان العربية دي تكون موجودة. الراجل ده بيبذل مجهود كبير قوي، والراجل ده عيجي امبارح وتعب، فالموضوع كان صعب شوية، لكن الحمد لله النهاردة متأهلين. وما كانش ينفع السباق من غير حمادة زلط ولا حسام سليمان. أبدأ بمين؟ حسام طبعا. حسام، نبدأ بحسام. إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. قول لي، أنا عارف كان عندك مشاكل، هننسى المشاكل مش وقته دلوقتي. الحمد لله العربية إلى حد ما جاهزة. إن شاء الله. إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ احمد الوكيل شايفه قاعد مستخبي جوه. احمد الوكيل بصراحه الراجل من غيره ما كناش هنشوف السباق. ايه اللي حصل؟ ماستر الدبرياج اتكسر امبارح بالليل، وما خدناش بالنا بعد ما خلصنا. اليوم كان طويل، فركننا العربيه، جينا بندور الصبح بنجهز، لقينا ماستر مكسور، فبعتنا بسرعه جبنا ماستر، ويعني عندنا شويه مشاكل كده وشغالين عليها، وربنا يسهل ان شاء الله. حماده زلط الاسم الكبير في الرياضه والقديمه، ومش بلاش اقول الحاجات اللي بتكبر دي، صح؟ الحاجات الجديده. امبارح فاجئتنا، وانك يعني ما سوتش على الموتور ده كتير بيتهيالي. انا اول مره اسوق في حياتي امبارح على الستارت لاين. فوجئت بالموتور يعني. هي عربيه الحمد لله دارت والدنيا جميله. هي عربيه فيري اوفر باورد، فان انا اسوقها على الستارت لاين بالشكل ده، كنت بسوقها في اول تراك سواقه عاديه زي ما بسوق العربيات الثانيه، فطبعا بهدلت الدنيا. فوجئت ان دي المفروض انا لو انا بسوقها بلملم عليها مش ان انا بدوس. ففي التراك الثاني الحمد لله قدرت افهمها اكتر وعملت اداء احسن، فصعدنا بالاداء ده. ربنا يسهل بقى التراك ده المره دي، نقدر نعمل حاجه فيه كويسه ان شاء الله. هنفكر في ايه اول راوند هتبقى عامله ازاي لحسام؟ انا دي الاجابه. الاجابه هي دي. بص انا هفكر، هو بصراحه يعني انا بفكر من اول السباق في البوديوم، وبفكر في فاينل قطر، فانا بالنسبه لي اول راوند زي تاني راوند زي تالت راوند. جود لك يا حسام ان شاء الله. حمد هتفكر في اول راوند؟ انا من اول البطوله وانا بفكر بشكل مختلف شويه، يعني انا امبارح كنت بفكر ان انا اصعد بس، وكنت صعود بالنسبه لي حاجه كويسه جدا، لان انا بجد ما صعدتش خالص النهائيات لسبب او لاخر. انا بحظي ما بيمشيش دايما مع ريد بول يعني، فوجودي هنا النهارده هو في حد ذاته انا بالنسبه لي تقدم. النهارده انا طموحي الاولاني ان انا ادخل الثمانيه. دخلت الثمانية هبدأ أفكر بقى أنا ممكن أعمل إيه بعد كده. بالتوفيق. سائقين أبطال، أسماء كبيرة، الستاشر سواق النهاردة الفروقات بينهم صغيرة جدا. الفروقات النهاردة مش هتبقى فروقات سواق قد ما هتبقى فروقات عربيات وأعطال فنية ممكن تفرق، لكن السواقين نفسهم كلهم تقريبا كلهم مستوى واحد. منتصر ومتامر، المنافسة شرسة جدا 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 وبتزيد شراسة عن كل سنة. هو ده. يلا بينا على التراك.
هيثم سمير مع الاصوات والانتلاج. اول ما قلنا هيثم سمير الكبير كبير النهارده شباب بتسخن بس. النهارده المنافسه قويه، امبارح كانت تجارب بحييك عليها. اتمنى ان شاء الله ان احنا نتفرج على تراك سريع وتراك قوي وما يكونش فيه اي مشاكل. محضر النهارده للسباق؟ بص انا بحضر فيها بقالي 5 شهور، كان فيها شويه مشاكل بس الحمد لله امبارح يعني قررت ان هي تكمل اول 2 هيت، والحمد لله امبارح قدرنا ان احنا نتاهل النهارده. طبعا النهارده معانا اقوى 16 متسابق، في متسابقين للاسف حصل عندهم برضه ظروف ما قدروش يكملوا، لان انا مقتنع ان ال 48 او 50 متسابق اللي نزلوا فعلا كلهم بينافسوا على البوديوم، لان المستويات كعربيات وكسواقين اختلفت تماما من اول ما ابتدينا دريفت في مصر من 2011. طبعا بنشكر كل الابطال وكل من ساعد ان احنا فعلا نقدر نقدم حاجه كويسه. يعني اول تراك هيبقى عامل ازاي لهيثم سمير؟ لسه هنشوف، مش عارف الرسمه هتبقى عامله ازاي، لسه هنروح ونتفرج ونشوف. هتدوس وتجيب اخر التالت ولا لا؟ والله هنحاول، بس هي ان شاء الله تكمل، لان عارف ان شاء الله اكيد اكيد العربيات دي بتبقى متوقع منها اي شيء، فدي بيخلي برضه تركيز الواحد مش مركز 100%، مركز اكتر ان هي يا رب تكمل بيا، يا رب ما تعطلش، لان غصب عننا التعديلات وعربيات انت فاهم يعني. جوه الحراره النهارده ان شاء الله مش هيبقى الجو حلو، الجو حلو، فان شاء الله نقدر نكمل ونشوف اللي هيحصل. جود لك يا يا رب، ودايما مع بعض ياسين بنزين. هيثم سمير عنده مشكلة كبيرة حصلت في موتور عربيته، عشان كده غير عربيته وخد عربية محمد زردق اللي هينطلق بيها على الستارت لاين خلال اللحظات اللي جاية. Yeah.
الجولة الأولى. احنا دلوقتي في انتظار النتيجة عشان نعرف مين اللي هيتأهله في الجولة اللي جاية. حرارة السباق زي ما قلت لحضراتكم في أول حلقة كانت قوية جدا، لكن لسه الحرارة مستمرة وقوة السباق موجودة والجمهور بيتزايد ويتفاعل أكتر مع السواقين. خليكم دايما متابعينا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام. استنونا في الحلقة اللي جاية علشان نشوف التراك التاني والتراك التالت من سباق ريد بول كار بارك دريفت في دوس بنزين.